لغني أيها المشاهد الكريم إن أيام عمر بن الخطاب الصحابي الجليل كان تجار اللبن بيخلطوه بالمية عشان يزيد حجمه وتكبر الكمية. لما عرف الفاروق باللي بيعملوه أمر يبعته منادي وسط الرعاية ينهي التجار عن خلط اللبن بالمية ويعرفهم إن اللي هيعمل كده هيعرض نفسه للسجن والأذية. وفي يوم سيدنا عمر قال يرتاح جنب دار سمع بين أم عجوز وبنتها حوار. الأم بتطلب من بنتها تخلط اللبن بالمية عشان تاني يوم يتباع بفلوس أكتر شوية. وقالت الأم لبنتها إحنا محدش شايفنا، لا عمر ولا المنادي يقدر يعرف طريقنا. ردت البنت على العجوز أمها إن رب عمر والمنادي شايف فعلها، وإنها مش خايفة من عمر وعقابه، دي ما بتخافش بس غير من ربها. ومن شدة إعجاب عمر بتقواها أمر يجيبوه للبنت الأمينة دي في لمح البصر، وزوج عمر أحد أبنائه للبنت الأمينة عشان خوفها من ربنا وأخلاقها الجميلة، وخلفت منه أحد خلفاء الراشدين وأصبحت قدوة لكل بنات المسلمين. الأمانة هيكون كلامنا إن شاء الله عنها النهاردة مشاهدينا.